ليه فؤاد؟ علي يا حبيبي لحظة. لحظة حبيبي لحظة، وين رايك؟ شو شغلي معي؟ ايوه شايفه وكالة بدون بواب. والله ما انتبهت لها. كلمة سر. لامون اللي غاروا مني. اللي غاروا مني. ليك نشوفها. يخزي العين، كلكم صار معكم موبايلات. للضرورة. قالوا لي وش عجبك فيا؟ شو يا شباب؟ شايف لكم المعلم متأخر اليوم؟ لا تأخر ولا شيء، هو هيك عادته، يا بيجي قبل الموعد بربع ساعة، يا بعد الموعد بربع ساعة، ما حلك تحفظ طبعه؟ ايه وشو سبب هالعادة بقى؟ ما في لا سبب ولا شيء، هو هيك بحب، يمكن مشان التمويه. تمويه؟ ليش نحن مراقبين؟ لك لا يا أخي، هي احتياطات أمنية مو أكثر. أيوه. أي. إس السلام عليكم. طب إس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. ممكن ندخل؟ كلمة سر. لا مون اللي غاروا مني. إذا هيك معناتها أنت من الجماعة. هات موبايلك لو سمحت. أوف ليش بقى؟ أخي هيك التعليمات، ممنوع اصطحاب الموبايلات أو أي وسيلة اتصال على الاجتماع. إذا هيك معليش. شريف لحظة. لك شو بك ليش هيك عم تفتش؟ إجراءات احترازية. هلا فيك تفوت. يلا. السلام عليكم. إس السلام عليكم. طب إس السلام عليكم. طب إس نعم لك عم بسمعك. شو هالحكي؟ لك عم تحكي جد؟ انت عطيني العنوان لشوف. ايه طيب خليك متابع الموضوع وشو بيستجد معك بتتصل معي فورا. موفق ان شاء الله. مع السلامه. يا مساعد احمد. يلا مسعيد. اهلا يا احمد. عود اشوف. عود. خير سيدي؟ في شي؟ شايفك مبسوط. حدسك بمحله يا مساعد احمد. هلأ وصلتني إخبارية إنه عصابة الموت الأحمر عاقدين اجتماع سري للغاية، وراح يقروا بهالاجتماع تنفيذ خطة إجرامية على مستوى عالي، والتفاصيل كلها صارت عندي. شو هالحكي سيدي؟ وشلون قدرتوا توصلوا لهيك معلومات دقيقة؟ أي ولو، شو شايفنا عم نلعب؟ ولمعلوماتك يا مساعد أحمد، عصابة الموت الأحمر مخترقة. عصابة الموت الأحمر مخترقة؟ إيه نعم، لأنه نحن قدرنا نزرع بين العصابة عميل سري بوسائلنا الشخصية، وهالعميل عم بيزودنا بالمعلومات والتفاصيل أول بأول. سيدي هالكلام اللي عم تقوله خطير كتير وحساس، يعني اللي بقصده إذا قدرنا نلقي القبض على عصابة الموت الأحمر منكون حققنا أكبر إنجاز بتاريخ قسمنا، ورح يصير لهالإنجاز طنة ورنة، ومو بعيد أبداً يطلعونا ببرنامج العدالة وجوه كثيرة. هذا شيء أكيد يا مساعد أحمد، ولذلك بدي العناصر هلأ على أهبة الاستعداد، لأنه بدي أعمل كمين لهالعصابة، ما خلي واحد فيهم يفلت من بين إيدينا. ولا يهمك سيدي، العناصر كلها جاهزة. مع السلامة. يعطيك العافية. لحظة، وين رأيي؟ كلمة سر. لاموني اللي غاروا مني. هلأ شريف.
لا ابعد. نور معلم. يعني ما بتعرف اني انا بكري الاشرس رئيس عصابتكم؟ ولو يا معلم، وهل يخفى القمر؟ انا اللي بعرفها. لكن ليش عم تسالني عن كلمه السر؟ يعني معلم، عدم المؤاخذه، يعني بركه الجنائيه بعثوا لنا واحد بيشبهك وقدر يندس بيناتنا على غفله. علي يشيل، علي يشيل، بنروح كلنا دبلكه. لا والله فهيم ما بك شيء. انتتر لورا هيك، انتتر من قدامي. عمى قيام شباب، قيام. جلوس. أعزائي وأحبائي أعضاء عصابة الموت الأحمر الموقرة، أصدقائي اللصوص والنشترية وقطاعين الطرق المحترمين، نحن اليوم مجتمعين هون لحتى ننفذ باكورة أعمالنا الإجرامية. وطبعاً أول عمل إجرامي لعصابتنا لازم يكون متميز، مختلف، جديد. يعني لازم تكون العملية نوعية لحتى نعلن بكل فخر عن ولادة عصابة جديدة رح يكون إلها دور كبير وفاعل ومنفعل ومفتعل وحيوي بعالم الإجرام والسطو والسلب والنهب، أسوة بغيرنا من المتفوقين في هذا المضمار، وقدوة بمن سبقنا ومهد لنا الطريق. وطبعا الهدف اللي وضعناه بين عيوننا هو الدخول إلى عالم الجريمة المنظمة من أوسع أبوابه. ومثل ما بتعرفوا، العالم اليومي تحول لقرية كونية صغيرة. وبهالعصر هذا، عصر العولمة والتكنولوجيا والاتصالات واندماج الشركات العملاقة، ما عاد في مكان للعصابات الصغيرة والإجرام الفردي. ما عاد في مكان. حتى الجريمة تطورت وتوسعت وصارت تمارس على مستوى شمولي. والعصر هذا اللي عايشينه هو عصر المافيات الكبيرة واندماج العصابات الضخمة متعددة الأغراض. عصر غسيل الأموال، غسيل الأموال، تجارة الممنوعات على مستوى العالم كله. وعلى عينك يا تاجر، إلك نحن لازم نساير العصر ونواكب التطور يلي صار بعالم الجريمة. ولهالسبب مطلوب منكم أول كل شيء تنمية المهارات الفردية وتطويرها وتحديثها. يعني والله العظيم يا شباب، كتير صعب علي اللي يشوف زلمي ومحاسيبي يلي عطيتهم الفرص حتى ينهبوا ويعملوا ثروات ضخمة، كتير صعب علي يخونوني ويستوطوا حيطي ويديروا لي ظهرهم، أو إنهم يحسوا حالهم أهم مني مثلا. أعوذ بالله يا معلم، مستحيل نفكر بهيك شيء. روحنا فداك. عظيم جدا. بعدين يكون بمعلوم الجميع إنه أنا يلي بخطيط وأنتوا يلي بتنفسوا بدون ما حدا يسأل ليش. وتأكدوا يا شباب إنه المستقبل قدامكم مو وراكم. وبكرة بصير عندكم قصور، مزارع، أراضي، فيلات، مثلكم مثل أي مليونير غير شرعي بهالعالم. أبدا. واحمدوا ربكم إنه ربنا سبحانه وتعالى بعث لكم رئيس عصابة منفتح عصري مثلي، وإلا كنتوا رح تضلوا طول عمركم لصوص صغار وحرامية. هات إيدك والحقني. إيه والله مزبوط، الحق بإيدك معلم. يا شباب، أنا لميتكم من الشارع عدم المؤاخذة، يعني من المزابل، من السجون، من الخرابات. أنتوا كنتوا مثل الصراصير حول البلاليع، مثل جرادين السياقات، هيك كنتوا مثل جرابيع المجاري بلا منقول. وكل واحد منكم كان عم يلاطش ملاطشه حتى يلاقي بيج باص يضبه. وهي جيت انا فتحت لكم صدري، اوليتكم ثقتي،
فيا ريت تحلبوا معي صافي ونضل ايد بايد حتى نقدر ننافس بالمستقبل المافيات والكارتلات والتروستات العالميه. يا معلم نحن وراك للموت. عاشت عصابه الموت الاحمر. عاشت 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 عاشت. بس معلم نحن لهلا ما بنعرف طبيعه العمليه اللي بدنا ننفذها. العمليه جاهزه على الورق وبتصور انها مضمونه 100% والتنفيذ اليوم بالليل. طيب ممكن نعرف شو نوعها معلم؟ يعني يا ترى تهريب، تشليح، سطو مسلح، سرقه، نهب، خلع؟ معلش مو مهم تعرفوا هلا التفاصيل، تاخذوها قبل التنفيذ بنص ساعه. على كل حال يلي بقدر لكم يا هلا انه العمليه اسمها رق الحبيب وراح نكون كلياتنا مشتركين فيها، هذا طبعا غير العناصر يلي عم تدرس الجو وعم تراقب مكان العمليه. وحتى يرتاح فكركم راح اقلكم انه العمليه عباره عن سرقه نص مليون دولار من شركه تجاريه ضخمه. بقى هلا خذوا لي بريك، خذوا في سوفت درينك، اشربوا قهوه، شاي، زهورات، لعبوا طرنيب، نو بروبلم، نو بروبلم اتول. المهم هلا لازم تبقوا هون لوقت التنفيذ، لازم تعتصموا وممنوع على اي حدا يغادر المكان ولا بشكل. ماشي الحال، انصراف عشوائي. الله معكم. ابرعد اهلين امور. بعد اذنك هالموبايل بدنا نحكي تليفون. اعوذ بالله، ممنوع منعا باتا. وليش بقى؟ ليش هالظلم المال مبرر؟ لك اخي هيك التعليمات. بعدين هذا الشيء لا هو ظلم ولا له تعسف مثل ما عم تتفضل، هذا كله للمصلحه العامه، لمصلحه الموت الاحمر. ها وليش بقى؟ لك يا بني ادم اذا حكيت تليفون ممكن تنكشف عمليتنا وتفشل، وساعتها انت رح تكون المتهم الاول بتدس علينا عند الشرطه، وهذا الشيء مو من مصلحتك. بقى عود عائل احسن لك. شو بنا ابرعد؟ هلا معقول انا احكي شيء برات الطريق؟ لا مو معقوله، بس بعالم الجريمه المنظمه لازم نحسب حساب لكل شيء، كل شيء معقول. بس يا ابرعد انا بدي احكي مع مرتي والحكي رح يصير قدامك. لك وايش كان مع مرتها؟ في شيء بالدنيا اسمه تشفير بالحكي، الحروف بتصير ارقام والارقام بتصير اصوات وكله على الديجيتال. انت ما بتعرف الديجيتال؟ ولو انا اللي بعرف الديجيتال، بس يا ابرعد انا ما كنت عامل حسابي اتاخر عن البيت، مشان هيك بدي احكي مع مرتي وطمنها. لا يا طيب، ليش نحن من ايرتك ان نحسب حساب النسوان ونخاف منه؟ اما هي سمعه مجرم وبيخاف من مرته؟ لوين صارت هي؟ ايه وشو النتيجه هلا؟ اخي لا تحاول، طلبك مرفوض، بعدين ارجع لجوا قبل ما يطلع المعلم بكري ويشوفك ويعمل لنا طوشه، الله يخليك. حاضر. كل شيء بقضاء. خلقنا تعزى. انت بتقف اليوم تفتح عينك. بسرعة 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 يا وياك طلع منه كمين فوق يلا لشوف. روحوا خبوا السيارات أحسن ما العصابة تشوفهم يخرب بيتكم مع الباكل يلا. أيوة أيوة كل شيء جاهز. عظيم جدا، نلتقي. يلا يا شباب قيام. يا شباب عملية رق الحبيب بديت من هاللحظة هي، يعني ساعة الصفر قربت. بقى تذكروا لي منيح انه مستقبلكم متوقف على هالعمليه هي، ولهالشي لازم نكون حذرين كتير وما نغلط اي غلطه. وما في داعي نبهكم مره ثانيه لضروره تنفيذ الاوامر حرفيا ومن دون اي مناقشه. نفذ ثم اعترض. جاهزين؟ جاهزين. عظيم يا معين. سكت يا خيط سكت. يلا تعال صفوا لي رتل وحادي.
الطويل قدامه القصير وراه. امسك 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 الى الامام. سر اسمعوا منيح يا شباب، خلوك رابطين الجأش. انت وياه فوتوا لهيك. يلا بسرعة باقي كلكم اطلعوا لفوق. يلا شو لك بسرعة. حضر ابو ربيع، ابو ربيع لا تخليك هون. ابو خليف اطلع لفوق. اطلع اطلع خلص خطن. رح توزعوا فزعوا وانتوا اثنين لهيك، وانتوا اثنين لهيك. لفوق لفوق يلا طلعوا على البناية كلياتكم. كلنا معلم. طبعا كلياتكم لقرنصكم معلم. انا قصدي بس مشان ما نلفت نظر. لك يا اخي انا عملتها قصدا بيوم جمعة وبعز النهار مشان ما نلفت نظر. لا تناقش ولا يلي بده يناقش يرجعها. حاضر معلم. خلص بس يا معلم خلي اثنين هون على القليلة بس ليراقبوا الجو. الجو مراقب لحاله لا تخافوا. طب وينهم وينهم اللي عم يراقبوا؟ ماني شايف حدا. لك طبعا ما رح تشوف حدا. شو اسمهم عم يراقبوا لكان؟ الحقوني خلصوني ما معنا وقت. وين شلاتي؟ ليكن عليهم هدول النيل. يلا يلا امشي. طب بتحب لك اخلص يا شربتي. كسرنا الابواب بصير اسمها سرقه موصوفه. لك اخي كسروا الابواب كلها على مسؤوليتي. واقف عندك واقف عندك واقف عندك. والله وعدتك يا عصابة الموت الاحمر. زرت حتى شو حط مسدس. زرت هلا 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 لا لا يا رقيب بكري، انا جاي لحتى هنيك على نجاح العمليه اللي خطها، لانه بفضل ذكائك وحنكتك ومهارتك قدرنا نلقي القبض على 10 مجرمين بجريمه موصوفه دفعه واحده. الله يخليك يا سيدي. والحقيقه انا كمان بدي اشكركم، يعني كمان بفضل هالكمين المحكم اللي عملته سهلتوا المهمه علينا كثير. تفضل. احترامي سيدي. سيدي في واحد من المجرمين طالب قابلكم. شو بده؟ الموضوع ضروري مهم ما بحكي لغيركم. اوف وشو هالموضوع ضروري بقى؟ خليه يفوت لشوف شو هالموضوع ضروري. حاضر فيني. فوت. احترامي سيدي. شو قد ولا؟ شو قد؟ جنيت؟ العمام قلبك ما وقحك؟ لك مين سمح لك تقدر تفتحي على الغريب؟ سيدي سيدي اسمعوني للاخير الاول بعدين نحكي. هات لشوف احكي. هذا يا سيدي طلع من الشباب عجبك لهالكمية اللي أكلناها يا نقيب بكري؟ طلعوا كلهم مخبرين. شو يعني؟ ما في ولا حرامي بيناتهم؟ ولا حرامي. ولك ليش ما بلغتوا أقسامكم ولا؟ سيدي أول شيء ما كان حدا عارفان من بيناتنا إنه البقية مخبرين. كنت أفكر حالي إنه المخبر الوحيد وبس، والباقي طبعاً لصوصه حرامية. بعدين سيدي المعلم بكري قصدي النقيب بكري شلحنا كل الموبايلات قبل العملية، مشان هيك ما قدرنا نبلغ. ولك العمى بقلبكم شو حقراء؟
يعني ما لقيتوا غير هالعصابة تنضموا إلها؟ ولك العصابات معبية البلد. سيدنا ما كانت تقبل فينا ولا عصابة. أنا انحبست فترة بعدرا، قلت لحالي بلكي بنضم أو بندس بشي عصابة، ما قدرت وضليت هيك لحتى تعرفت بسيادة النقيب بكري جوا، افتكرته مجرم، عرض علي انضم للعصابة، وافقت فورا. وأنا نفس الشي سيدي. وأنا كمان سيدي. وأنا كمان سيدي. معقولة يا نقيب بكري ما تقدر تميز بين المجرم والمواطن بالسجن؟ سيدي أنا بالنسبة إلي كل مواطن مجرم حتى يثبت العكس. يا حبيبي على هالمنطق. يلا يلا تعرف على أسماء واحد واحد مشان نتأكد منهم. شو اسمك أنت؟ المساعد سمير حرقص قسم الأدلة والتحقيق سيدي. وأنت؟ وائل أبطش من قسم التوغل والتعمق سيدي. وأنت يا بلال؟ عطوان بازوكا من قسم المداهمة والاختراق سيدي. وأنت؟ وليد المغلوب من قسم التحري الخاص سيدي. والنعم. وأنت؟ سعيد زخ المطر قسم المطاردة والمتابعة سيدي. ألو النقيب بكري. نعم نعم معك. شو الحكي؟ إمتى؟ طيب 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 رح نبعث دورية فورا ولا يهمك. الله معك. خير شو فيها نقيب بكري؟ سيدنا سرقت الشركة اللي كنا عاملين فيها الكمين. قال فاتت عليها عصابة مسلحة وألفطوها ألفطة وما خلوا فيها شيء أبدا. يا حبيبي كملت معنا وهالمرة أكيد عصابة حقيقية. نعم سيدي حقيقية. وشو اسمها؟ عصابة الموت الأحمر سيدي.